لطلاب الجامعات هذا الخبر. الوزارة أعلنت أنه يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجاي رح يكون هو موعد بدء التدريس في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 في جميع الجامعات الأردنية الرسمية. أما بخصوص آلية التدريس وعقد الامتحانات في هذا الفصل، فقالت الوزارة أنها رح تعلن عن هاي التفاصيل في موعد لاحق. وكمان قررت الوزارة الموافقة على قبول الطلاب الأردنيين الناجحين في الدورة التكميلية لشهادة التوجيه في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، لكن الوزارة بيّنت للطلاب إنها رح تأخذ بعين الاعتبار وضع التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة. وأخيراً وضحت وزارة التعليم العالي إنها بدأت بتطوير متطلبات الجامعة وتضمين مساقات جديدة لإعداد الطلاب لسوق العمل، وهي الريادة والابتكار والقيادة والمسؤولية المجتمعية والمهارات الحياتية والمهارات الرقمية ومهارات الاتصال والتواصل والبيئة والاستدامة. أما في أخبار العمل، تم تحديد آخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب مراقبي ومشرفي الوقاية الصحية. الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود قال إنه باب التسجيل للالتحاق بالبرنامج التدريبي كمراقب وقاية صحية أو مشرف وقاية صحية ضمن مشروع توكيد اللي أعلنت الحكومة رح ينغلق الساعة 10 من صباح يوم الخميس المقبل. وبين الزيود إنه عدد المسجلين الشباب حتى اليوم للوظيفة صار أكثر من 6000 شاب، وطلب من الدارسين الصحة والسلامة المهنية بالتسجيل للعمل لأنه الأولوية بالقبول رح تكون لخريجي السلامة العامة من طلاب البكالوريوس. بنكمل مع أخبار العمل. بيّنت وزارة العمل الهدف من برنامج توكيد. وزارة العمل قالت إنه مشروع توكيد ما أطلق لحل مشكلة البطالة الكبيرة في الأردن، لكن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار تشغيل المنشآت في الأردن وحمايتها من الإغلاق والتوقف عن العمل لمنع زيادة البطالة. وأشارت وزارة العمل لرؤية إن الوزارة رح تقوم بتوظيف 4000 شاب في وظائف مشرف ومراقب صحي عبر مشروع توكيد، لأن الحكومة رح تتخذ أي إجراء ما بيجبر الأشخاص أو الحكومة إنها ترجع تفرض الحظر الشامل مرة أخرى. الأردن هو أول دولة في العالم بتبلش حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للسكان اللاجئين. هذا اللي أعلنته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم في تصريح إعلامي إلها. وقالت المفوضية إنه الأردن هو أول الدول اللي بلشت بإعطاء المطعوم المضاد لكورونا للاجئين، ونشرت في تقرير إلها إنه ريا الكباسي وهي لاجئة عراقية بتعيش في مدينة إربد كانت أول لاجئة مسجلة لدى المفوضية بتلقي المطعوم في العالم. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الأردن وشعبها وقيادتها بيّنوا للعالم مرة جديدة القيادة النموذجية والتضامن الإنساني في استضافة اللاجئين. وناشد غراندي جميع دول العالم إنها تتخذ الأردن كنموذج إنساني عالمي في تضمين اللاجئين في حملات التطعيم بنفس المساواة مع المواطنين. وصرح وزير الصحة دكتور نذير عبيدات أن الحكومة رح تحاول تقديم المطعوم المضاد لكورونا لكل شخص بيعيش على الأراضي الأردنية بمن فيهم اللاجئون. دائماً فخورين بالأردن قيادة وشعباً. بكرسي متحرك شاب مقعد يتسلق ناطحة سحاب في هونغ كونغ. هذا الخبر حقيقة ومش خيال أو حلم. لاي تشي واي صار أول رجل في العالم بتسلق أكثر من 250 متر من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك. تشي واي صعد إلى 250 متر خلال أكثر من 10 ساعات، ولكن شو كان الهدف من هاي المغامرة؟ هو قال إنه حقق هذا الإنجاز لأنه بيهدف ليجمع التبرعات للأشخاص المصابين بإصابات الحبل الشوكي. وبيعاني لاي اللي هو بعمر الثلاثينيات من إصابة بالشلل النصفي بسبب حادث سير تعرض له من 10 سنين، وما تمكن لاي من الوصول لقمة برج نينا تاور اللي بارتفع 300 متر، ولكنه لاقى احترام الإعلام العالمي. ومش بس هيك، لاي تشي كمان قدر إنه يحقق هدفه ويجمع 670 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 475 ألف دينار أردني.
فعلا الإرادة ما بتعرف المستحيل. الأب الضاحك هو عنوان فيديو انتشر على وسائل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية لرجل إيرلندي. قصته أنه هذا الرجل بيمر بنوبات من الضحك أثناء محاولته تسجيل رسالة عيد ميلاد لابنه ديفيد اللي كان بيحتفل بعيد ميلاده في أستراليا. الفيديو صوره ابنه الصغير للأب، لكن الأب لم يتمكن من التماسك خلال التسجيل ليحظى بمشاهدات ضخمة. خلونا نتابع مع بعض. هلو Hello.